طيب يعني نواصل في هذا الاتجاه عن ثقافة الفن التشكيلي في المغرب. الناس أيضا لهم آراءهم حول الموضوع وحول الفن التشكيلي، كيف ينظرون وما الذي ينتظرونه من هذا الفن؟ نتابع ونستمع لهذه الآراء ونعود لهذا النقاش بعد ذلك. قريت على الفنانين الكبار مثلا بحال فرانسيسكو ريبيرا في ليبوك ديال بيكاسو، وعندي تابلو ديالو وحطيته في الانترنت وحاولت باش نعرف هاد التابلو واش يعطيني شي حد شي خبير هنا في المغرب، ولكن ما لقيتش، يعني ما لقيتش شي واحد يعطيني الخبره على هاد التابلو. هو حقيقه بالنسبه لنا حنا عندنا واحد النقص في الثقافه ديالنا، ولكن بحال دابا ثقافه خاين، يعني اللوحه ضروريه داخله في، يعني بحال دابا فرنسا ولا هذا كتكون في، كاينه في الشارع، كاينه حتى في سميتو في ليغليز، لوحات تشكيليه يعني في الثقافه الروحيه. حنا عندنا شويه نقص شويه، ولكن غير الفن راه ضروري، ماشي ما يمكنش الانسان يعيش بلا فن. يمكن كتجي بعض المرات كتجي كتلقى اللوحه او الصوره يعني كتجي مثلا بانها الثمن باهظ، ولكن الا قارنتيها بداك الشيء الابداع اللي فيها والايحاءات الرمزيه والتعبيريه اللي بغى الفنان يقدمها يعني العشاق هذاك الفن، ما يمكنش نقارنوها، واخا كتكون شي مره يعني بايضه الثمن. الصراحه لا، ما كنعرفش كما بزاف د المغاربه، ولكن يعني القيمه ديال اللوحه كتبقى يعني بالنسبه لذاك الشخص اللي راسمها، وكيقيموها عاوتاني ناس اللي خبراء في هذا الشيء. يعني ما يمكنش يعني كمواطن مغربي تجيني انت ما كتعرف والو تقيم هذه اللوحه، فهمتي؟ دونك يعني الناس اللي كيديروا هذا الشيء هما اللي كيعرفوا له. انا شخصيا يعني ازاوج يعني مهنتي كمخرج سينمائي بالبحث الميداني حول المدارس والاتجاهات الفنيه، واجد كثير من التقاطعات ما بين الاتجاهات الفيلميه والاتجاهات الجماليه، بل في احيان كثيره يكون الفن التشكيلي يؤثر في السينما.